قبل أن نبدأ ادعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة ولا تنسى تفعيل زر الجرس ولنبدأ على بركة الله. يمكن القيام بهذا الجدول التدريبي مرة واحدة في الأسبوع، وسوف تحتاج إلى الدمبل أو يمكنك استعمال أوزان منزلية مثل قنينة الماء مثلا. وهذا الجدول التدريبي مناسب جدا لمن يعاني من ضعف عضلة الكتف الأمامية خصوصا. التمرين الأول سوف تلعب 4 مجموعات بتكرارات تتراوح ما بين 10 إلى 15 تكرار. في التمرين الثاني حاول لعب كل يد لوحدها لزيادة التركيز على العضلة. العب 3 مجموعات والعب 12 تكرار في كل جهة. بالنسبة لفترة الراحة حاول أن تظل قصيرة، وبالنسبة للتمرين حاول عند الهبوط الدمبل عدم ملامسة أرجلك لتظل العضلة شغالة في كامل التمرين. العب 3 مجموعات والعب تكرارات ما بين 8 إلى 12. نعم، كتف أمامي أيضا، سوف تعرف السبب في آخر الفيديو. العب في هذا التمرين 3 مجموعات والعب تكرارات ما بين 8 إلى 12، ولا تنسى دعمي بالضغط على لايك. خامساً، هذا التمرين قد يكون صعب بالنسبة للمبتدئين، ولكن نصيحتي حاول عدم تحريك عضلة الكتف لاستهداف الكتف بشكل ممتاز. العب 3 مجموعات والعب تكرارات تتراوح ما بين 8 إلى 12، وفترة الراحة لا تتعدى 30 إلى 35 ثانية ما بين كل تمرين. وأخيرا نختم عضلة الكتف بتمرين الكتف الخلفي. هذه التقنية من التدريب تسمح باستهداف منطقة معينة لعضلة من أجل الضغط عليها لتكبيرها، تستعمل مرة واحدة في الأسبوع. مدة الحصة التدريبية ما بين 45 دقيقة إلى ساعة واحدة كحد أقصى، وبالتوفيق إن شاء الله.